أهلا بكم سادتي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج جدل العراقي. المبادرة والحل للمعضلة السياسية العراقية هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم. الوقت مناسب ربما للمبادرات لعل المعضلة السياسية تحل في العراق. رحبوا معي بضيوفي في هذه الحلقة كل من الباحث في الشأن السياسي والأمني الأستاذ كاظم الجحيشي هنا من استوديوهاتنا في أربيل، ورحب أيضا عبر سكايب من تركيا بالمحلل السياسي الدكتور حيدر سلمان. مع الأستاذ الجحيشي أبدأ أولا. مساء الخير. مساء الخيرات، أهلا. رمضان خير وصحة وسلامة علينا وعليكم وعلى العراقيين، وأهلنا العراقيين بألف خير إن شاء الله. حياك الله. آخر الأخبار تتكلم عن مبادرة من قبل السيد الحكيم بتشكيل حكومة أغلبية وطنية باشتراك الإطار والتيار. هذا آخر الكلام. نعم. مع دعوة للجلوس على طاولة حوار وإيقاف هذا التشنج والشد لكل طرف على حدة على حساب العملية السياسية. هل تراها فعلا المبادرة الناجعة؟ نراها حتى الآن إعلاميا أخذت صداها، يعني هذه الدعوة، فما رأيك؟ نعم، تحية لك أستاذ أنس مرة ثانية وإلى أهلنا العراقيين وإلى قناتكم الكريمة. حقيقة هاي المبادرة، مبادرة السيد الحكيم، أنا قبل أسبوع من الآن قلتها في أحد اللقاءات، قلت سنعود إلى سيناريو التوافقية. هو هسه شنو هي مزوقة؟ مزوقة أغلبية وطنية، أو مقدمتك اللي قدمتها حضرتك. نعم. مبادرة السيد الحكيم هاي المعلنة، ولكن ليش قبل أسبوع من الآن أنا صرحت بهكذا تصريح؟ لأنه تدخل المرجعية على الخط كمعلومة وليس تحليل. لجأوا إلى المرجعية الحكيمة. المرجعية الحكيمة المتمثلة بالإمام السيستاني هي حقيقة صمام الأمان من 2003 إلى اليوم، يعتبروها صمام الأمان. معلومات تقول أنه المرجعية ما زالت رفضت تغلق أبوابها. نعم غالقة أبوابها المرجعية لغاية التصريحات، ولكن بتصريح بسيط قالت المرجعية أنه أنتم بيناتكم تتوافقون من أجل البيت الشيعي. إذن من قالت هيك إيحاء، وإحنا نعتبره أمرا، لأنه البيت الشيعي عندما يعتبر الزعامة المرجعية، زعامة المرجعية بهكذا تصريح، إحنا سادين بوبنا للسياسيين، يعني كزيارات مريد سياسي يجي للمرجعية ويجي لسماحة السيد، مريد أحد يجينا، نعم، وبابنا مسدودة، نعم، ولكن أعطت رأيها. الرأي كالآتي أستاذ أنس، الانسداد السياسي حقيقة، أولا كل واحد، الإطار من جهة، والتيار الصدري والتحالف من جهة أخرى، كل واحد عرف حجمه داخل مجلس النواب في هذه المرحلة، كل واحد عرف حجمه السياسي، وكلاهما ما يستطيع تشكيل الحكومة. ليش؟ مطلوب 220 صوت مقعد، منين تجيبهم؟ لازم مجموعة تنتقل حتى يكمل العدد. إذن إحنا هنا أمام انسداد سياسي. الخيارات المطروحة، زين، هناك خيارات مطروحة، خياران لا ثالث لهما. الأول توافقية، وأنا قلتها وأنت اليوم هسه بشرتنا بيها بالمبادرة مع السيد الحكيم. هذا الخيار الأول. نرجع إلى توافقية. توافقية هنا مو توافقية مثل توافقيات الدورات السابقة، لا، توافقية بجزء من الإطار يتمثل مع السيد مقتدى الصدر، مع تحالف السيد الصدر والأخوة الكرد والأخوة السنة، حتى يكمل العدد يشكل الحكومة بإعطاء ضمانات من السيد الصدر عدم الانفراد بالسلطة. هاي التوافقية اللي تعنيها بالأغلبية، هنا غيروا صورتها وجملوها. أسدت قلتها من قدمتها للجمهور العراقي، قدمتها على أنه هي أغلبية. أغلبية، ولكن هي في حقيقة الأمر توافقية شيعية. البيت الشيعي أستاذ أنس، أنت إلك معلومة، إلك والأهلنا العراقيين الجمهور، وأهلنا العراقيين مو غشمة، صار يعني المواطن البسيط صار سياسي محنك. طيب إحنا مال بدون توافقية مستحيل
مستحيل. احنا ضد التوافق، انا هسه متحدث ضد، ولكن هذا شارعك، هذا واقعك، هاي السياسه ما تصير. ولكن حيجملوها بغيره والاسم، ينتقل عدد من الاطار الى الكتله الاكبر، تشكل صارت مبادره السيد الحكيم. الخيار الثاني المطروح وبشده، الخيار الثاني وهم معلومه، نعم، ولوح بها عدد كثير من السياسيين، واعطيك اياها بالتسلسل، مهم جدا. الخيار الثاني حل البرلمان. حل البرلمان يا أستاذ أنس حقيقة لوح به الكثير من السنة، من حتى من التيار الصدري، قالوا إذا بقى الانسداد نحل التيار، نحل عفوا البرلمان، طيب نحل نلجأ إليه. أعطيك الدليل والمعلومة الأكيدة من امتداد بقرارها، قرار امتداد كنا نقول عليها أنه هي مسيسة، أنه هي منحازة إلى طرف، أنه هي منحازة للسيد الحلبوسي، أنه واتضح كلامنا صحيح. اتضح صحيح شون؟ بقرارها قالوا إحنا بالنسبة إنه راح نلجأ لخيارين، أما حكومة نكون ندخل بها إحنا ويقصدون الإطار، يدخلون مع الإطار، قالوا هذا قرارهم الأخير، قالوا إحنا أما طيب. نحل البرلمان، النقطة الأولى نطلب حل البرلمان مع الأخوة المستقلين، أو نشكل أو نساهم في تشكيل حكومة. طيب ما أنت كنت متفق ويا من؟ أنت كنت متفق مع التيار الصدري والأخوة الكرد والأخوة السنة، ومصوت للسيد الحلبوسي، إذن من انتهيكي؟ إذن أكو شيء تحت الطاولة ألغي، إذن ألغي هذا الاتفاق بقرارهم الأخير قبل يومين. إذن هذا القرار ألغي من قبل امتداد. إذن هنا السيناريوهات والخيارات الاثنين، الخيار الأول توافقي، حتى اختصر كيها تكون مسموعة أكثر توضيح، أو حل البرلمان. غير هاي الخيارين ماكو. إيش وقت راح تقول لي بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة يا أستاذ أنس؟ عيد الفطر المبارك، عيد الفطر المبارك نعم. بعد العيد مباشرة تتم هاي، أما هذا الخيار وأما هذا الخيار. دكتور حيدر السلمان ربما لديه وجهة نظر أيضا في هذا الموضوع. مساء الخير دكتور، ورمضانك خير إن شاء الله. السيد الجحيشي قال أن هذه المبادرات ستفضي إلى توافقية، ويقول أنه لا حل سوى بالتوافقية، وأن حلم الأغلبية ربما انتهى، وطرح أحد السيناريوهات الاثنين. السيناريو الأول قال نذهب إلى التوافقية كما قلنا، والسيناريو الثاني هو ربما حل البرلمان، وهو خيار أيضا مطروح. أنت ماذا ترى؟ طبعا بالتأكيد يعني أرحب بجنابك وكل المشاهدين الكرام وضيفك الكريم، حياك الله، وكادر البرنامج الجميل. بصراحة يعني حضرتك يعني من المفارقات إن من يطالبون بالتوافقية هم نفسهم كانوا يطالبون بالأغلبية، ومن يطالبون بالأغلبية هم نفسهم كانوا يطالبون بالتوافقية لعدة فترات، وأعتقد حضرتك يعني كمشاهد سياسي تعرف يعني قصدي. طبعا الحقيقة يعني حاليا احنا يجب أن نضع المشاهد أمام حقائق أفضل يعني من هذا الكلام والتكهنات. يعني ما هي السيناريوهات؟ الحقيقة لا يوجد تدخل نهائيا لمكتب السيد للمرجعية نهائيا، وهذا شأن سياسي، وأوضحت المرجعية ولعدة مرات ولعدة مراحل إن هذا شأن الكتل السياسية بالاتفاق لإفضاء إلى إنتاج أو عدم إنتاج حكومة أو الذهاب للانتخابات، فهذا شأن سياسي، والمرجعية تركز على الأمور الدينية أكثر ما تركز على الأمور السياسية. هذا أولا. النقطة الثانية بصراحة يعني حاليا إحنا يجب أن نضع الجمهور أمام صورة ليفهم ما يجري. سابقا إحنا يعني الحقيقة يعني كنا نريد أغلبية، بعدين قلنا لا بأس بالتوافقية، لكن اليوم إحنا الصورة اختلفت. إذا تلاحظ لدينا يعني تحالف ثلاثي مكون من شيعة وسنة وكرد، وكذلك لدينا الإطار، وهو يعني قد يكون خلينا نقول التحالف الإطار، ما نقول تحالف ثلاثي، وهو كذلك يضم بثنياته شيعة وسنة عزم والكرد وهو اليكتي. ولذلك يعني حاليا الوضع مهيئ تماما أن تكون لدينا حكومة أغلبية وحكومة عفوا وجهة معارضة، نعم، لسبب أنه الثلاث جهات حاليا تخندقت، إحداها تتنافس لتشكيل الحكومة، على أن التحالف الثلاثي لحد هذه اللحظة التي نتحدث عنها، وأنا كنت معك في برنامج آخر وقلت لديهم عليهم ملاحظات كثيرة، لكن اليوم الحقيقة لديهم الرقم الأكبر مقابل الإطار لديه الرقم الأصغر. نعم. ما هي السيناريوهات؟ يعني بالتأكيد حضرتك يعني إن لم تتحقق الحكومة ولم تفضي إلى ذلك،
فبالتأكيد يعني نحن نوصي وندفع نحو يا أما إعادة محاولة تشكيل الحكومة وعكسه يجب أن نذهب إلى انتخابات مبكرة. لكن الخيارات المرفوضة من الشعب هي التالي: إنه حالة التوافق المزمنة والتي دوما هي عبارة عن اتفاقات على حساب المواطن ومكتسباته. جميل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي عملية بقاء حكومة حالية وهي أصلا أتت على ركام حكومة مستقيلة، يعني الخيار لبقاء هذه الحكومة مرفوض، الخيار لعودة التوافقات كما يعني يطرح حاليا مع احتراماتي لكل الأخوة بصراحة كذلك مرفوض. يعني حقيقة يجب أن نرسم مستقبل أفضل للطرفين وممكن تداور الأدوار. طبعا بالتأكيد جنبك أحد قال يعني هذا عليه مؤاخذات كثيرة. عملية البرامج السياسية للطرفين يترك للجمهور ولتقدير الشعب. بالتأكيد التحالف الثلاثي عليه عدة مؤاخذات كما الإطار عليه عدة مؤاخذات، لكن هو ليس حديثنا اليوم. حديثنا هو طريقة تشكيل الحكومة وما سيضيف فيه. وبالتالي نحن أمام حقيقة أن نذهب لإعادة المحاولة وإن لم يكن نذهب لإعادة الانتخابات. بالتأكيد خياران أحلاهما مر بالتأكيد، لكن مرورة أنه نعود إلى التوافقات أو نعم. بقاء حكومة حالية قد يكون أسوأ من السيناريوهات. طيب دكتور حيدر، أريد تفسير لإعادة محاولة تشكيل الحكومة، هذا التعبير ماذا تقصد به؟ حضرتك إذا تلاحظ يعني الحقيقة هو يعني سيد الضيف يعني الأخ الكريم يعني مع احتراماتي وتقديري لي يعني هو قال يعني يجب أن تكون غالبية الثلثين 220، الحقيقة هو 210 على أساس أن مجلس النواب العراقي مكون من 329 وبالتالي ثلثيه يساوي 210، فإعادة المحاولة قد تفضي يعني إلى إنتاج حكومة ب 210 نائب، علما ان التحالف الثلاثي حاليا يقترب لتحقيق هذا. لست مع التحالف الثلاثي مطلقا، يجب ان نضع النقط على الحروف. انا منظر سياسي وباحث بالشان العراقي وارسم الخطه فقط. اما الاطار يبدو انه طبعا بتاكيد حضرتك يعني هو دائما يلقون الكلمه بالثلث الضامن، طبعا نتيجه تفسير المحكمه الاتحاديه انه يجب ان يمر الرئيس بثلثين، وبالتالي يعني عمليه الثلث فعلا موجوده، هذه حقيقه يجب ان نتعامل معها الان. لكن عملية تمرير رئيس الجمهورية ذات أهمية استثنائية أكثر بكثير من عملية تمرير رئيس الوزراء، لسبب يجب أن يمر بالثلثين وبالتالي عملية تمرير رئيس الحكومة تحصيل حاصل وسهلة جدا. لكن عملية تمرير رئيس الجمهورية هنا اللغط. طبعا بالتأكيد حضرتك يعني إذا تلاحظ مسك الأحداث، طبعا السيد جعفر الصدر يعني هو وهو يعني الاسم المطروح حاليا والأصل نعم. لرئاسة الوزراء، الحقيقة ليس هناك خلاف كثير بين الإطار والتيار على شخصه، لا 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 مطلقا. إذا تلاحظ يعني عملية يعني خلينا نقول القبول به من الطرفين يعني حقيقة يعني قد تكون يعني يمكن الجزم بها. لكن الحقيقة الخلاف المخفي والذي لا يعرفه الجمهور كثيرا، الخلاف هو على رئيس الجمهورية من أي حزب يكون. بصراحة يعني الخلاف يعني تميل الكتل الشيعية، حتى طبعا بالمناسبة التيار الصدري عندما يعني قبل أن يأتلف مع البارتي يميلون كثيرا أنه يكون من اليكتي. لكن مشكلة اليكتي هي مشكلة عددية بنيوية، أنه الحزب حاليا في حالة تفكك بالإضافة إلى قلة أرقام وتراجع مقارنة بالبارتي الذي حصل على غالبية الأصوات وتقدم بها كثيرا سواء داخل الإقليم أو خارج الإقليم. كأن هنالك إشارة دكتور حيدر، عفوا، كأنك تشير إلى أن يعني حتى المسألة الكردية يحددها الطرف الشيعي، وكذلك الطرف الكردي يحدد المسألة التحالف الشيعي. إذا تلاحظ حضرتك حاليا إحنا إذا ذهبنا إلى تشكيل حكومة فالحاسم هو كردي، وإذا ذهبنا إلى عملية إعادة الانتخابات في الحقيقة كذلك سيكون الحاسم كردي، لسبب ثلثي مجلس النيابي يجب أن يصوت لرئيس الجمهورية. أما رئيس البرلمان ورئيس الوزراء، إذا تلاحظ رئيس البرلمان ربما هما إذا تلاحظ طبعا للأسف يعني هو في مرحلة تكوين الدولة العراقية أعطي للسنة حق تشكيل مجلس النيابي رئاسة مجلس النواب، وتبين لاحقا أنه هو أسهل من يمر يعني رب ضارة النافعة. بينما إذا تلاحظ يعني عملية تمرير رئيس الحكومة أصبح مقترن تماما بالوضع الكردي، لا يمكن تمرير رئيس الوزراء إن لم يمر
رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية نعود ونقول يجب أن يكون كردي. نعم، ويجب أن يكون يعني كردي. يعني حضرتك يعني يمكن أصبحت الصورة أمامك واضحة، واضحة واضحة دكتور، واضحة. تحليل منطقي. بالعراق يقولون طابوق مصفط محسوب. بالضبط بالضبط. نعم نعم نعم. أشكرك جدا دكتور حيدر. أريد أن أعود إلى السيد الجحيشي، لديه ربما ردود يعني بخصوص العدد، بخصوص كلام حضرتك هذا من جهة، من جهة أخرى السيناريوهات اللي طرحها دكتور حيدر بصراحة إذا لم يتم هنالك حل سياسي، إذا لم نحصل على حل سياسي، فهنالك إعادة محاولة تشكيل الحكومة بالرؤية التي طرحها، يعني مرة ثانية جولة أخرى وإعادة الانتخابات. هذني بالمنطقي والقانوني والدستوري. الخيار الأول بالله سياسي، الخيار الثاني سهل قانونيا إعادة الانتخابات. أستاذ أنس، إحنا نحكي من منطلق القانون والدستور، وعندنا نصوص دستورية وعندنا توقيتات دستورية، هاي واحد. اثنين، عندي بس تعقيب على الأخ الضيف الدكتور، وإن شاء الله هو أخ عزيز. أولا أنا ما زجيت المرجعية، قلت المرجعية قالت كذا وتحدثت نيابة عنها. أنا قلت المرجعية نوهت لأن رادوا يزورها، هي رفضت ورافضة لهذا. أنا أدري بها رافضة، وأنا ابن الجنوب، رافضة لهذا المبدأ ورافضة لأي سياسي، وبياناتها مستمرة. ولكن ببيانها أو بكلام اللي وجهته إحنا نرفض كذا، ولكن إحنا استقرأنا، هو مو يقول أنا باحث سياسي، إحنا نستقرأ ما بين السطور حتى وإن كان بيان للمرجعية. المرجعية الحكيمة قالت على بيناتهم يختلفون بما معناه كذا، يعني أنه لازم يكون هناك حل. هذا كان قصد كلامي، مو قصد كلامي تدخل المرجعية. الشغلة الثانية، من تقول توافقية، أنا ضد التوافقية، ومن من أفشل من أفشل السياسات في العراق من 2003 واللي دمر العراق من 2003، هسه أنا راح يكون كلامي مؤيد للأخ الدكتور، اللي فشل النظام الحكم واللي رجع العراق للعصور الوسطى هي التوافقية. هاي حصتك وهاي حصتي ومحاصصاتية، أنا مع الأغلبية وأنت يا أستاذ أنس مع الأغلبية والأخ الدكتور الضيف مع الأغلبية، ولكن مدى ترهم الأغلبية؟ مدى ترهم؟ مدى تصير الأغلبية؟ مو بكيف أحد، مدى تصير الأغلبية؟ هنا نجد يصير جملوها. أنا قلت مو شو همي، راح أرجو أن ينتبه الأخ الضيف، أنا قلت جملوها بمكان ما يقولون توافقية والشعب ناقم على هاي الكلمة يضوج منها وكلها تضوج منها، قالوا أغلبية بقيمة عددية أو كذا، أو شوف شون يعني سووها حلوة. المشكلة يا أستاذ كارل، المشكلة أنه جزء الإطار اللي ممكن أن ينضم للتيار متوفر عند السيد مقتدى، بس مو متوفر عند الإطار، لأن هذا الشرط كنا نعرفه. أستاذ أنا يفترض الإطار. يفترض إزاحة شخصية أنت وأنا نعرفها. نعم أستاذ أنس، الإطار قالوا البارحة حسموا الجدل، قالوا إحنا بالنسبة إنه خلي يعلم العالم كله، هذا كلامهم هم يعني. نعم. تصريحهم هم، قالوا إحنا مو ضد تشكيل التحالف للحكومة، إحنا مع الأغلبية ككلمة، إحنا نريد ككتلة أكبر. يعني هم يبحثون، الأخوة بالإطار يبحثون عن مكانهم في الكتلة الأكبر. ده تعرف شنو مكانهم؟ إحنا الكتلة الأكبر. مكانهم مع من؟ مع من؟ مكانهم من يقودهم؟ مكانهم هسه هم شافوا، هسه طاهم السيد ترى الصدر. كل فريق سياسي بكابتن ها وعرفوا حجم. لحظة، الإطار التنسيقي منو كبيرة إلى الآن سياسيا بوضوح؟ السيد المالكي. نعم. الفرضية تقول السيد نعم. المالكي لازم ما يكون موجود، هاي عند التيار الصدري. خوب هاي تناقشوا بيها، والسيد الصدر على هالأساس قالهم عمي تدللون، أنا رايح راح أروح أسد بابي وأقعد هاي 40 يوم، الكم روحوا شكل الحكومة. يلا السيد المالكي خلي شكل الحكومة. أنا ما سؤال هساني هسا إحنا بينات قدمتنا. أوكي. والأخ الدكتور ده يسمع حتى. وأريد يشارك. خلي شكل يلا. أريد يشاركنا. دكتور حيدر. الكرة في ملعب السيد المالكي. طيب والكرة في ملعب الإطار على سبيل المثال، لأن طاهم 40 يوم. لا ليش مو الكرة في ملعب السيد الصدر بأنه لا 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 سيد الصدر طاهم 40 يوم. إذا تسمح لي أستاذ أنس، إذا تسمح لي، الطاهم 40 يوم قال لهم شكلوا الحكومة إذا تقدرون، صح؟
راح دار وجهه وراح سد بابه. هسه احنا الأربعين يوم هم يقولون احنا اذا يسمحونا بالبدايه، شوف التصريحات ايش كانت الاطار، قالوا اذا يسمحونا احنا لو ترهم احنا نشكل حكومه، بس هم معاندين هم كذا. هسه انطاهم الأربعين يوم، دخلوا المجلس النواب، اجروا اتصالاتهم، حتى اتصالات على مستوى خارج الحدود. خل احكي لك هيك، ماذا ترهم؟ ماذا ترهم؟ انسداد، انسداد سياسي ما بمجال. مثل ما وضح الاخ الدكتور، احنا الانتخابات بس مو بهالطريقه اعاده انتخابات، لا لازم اول مره، لان عندنا برلمان تشكل، لازم البرلمان ينحل، ينحل البرلمان ومن ثم نعود الى اعاده انتخابات للستين يوم على وفق النصوص الدستوريه ووفق التوقيتات الدستوريه. يعني وبرايك احنا خلال 60 يوم راح نقدر نعيد انتخابات؟ لا، هي هو هذا الدستور وهذا القانون. زين انا من خلال قناتك، هذا دخول، هذا دخول في بلوى، هذا دخول في بلوى. خلي شاركنا دكتور حيدر. دكتور حيدر، كاننا دخلنا في بلوى مو سداد سياسي. هي بلوى، نعم. نعم، هذا من جهه، من جهه اخرى يعني رؤيه ان يكون جزء، رؤيه ان يكون جزء من الاطار بدون السيد المالكي ليشكل حكومه الاغلبيه، هذا منطقي؟ انا طبعا الحقيقة يعني مستوى الكلام يعني للأسف يعني هو، خلي نكون أكثر وضوحاً شوية. يعني هو هسه راح ندخل بالبرامج، إحنا بعيداً عن السيناريوهات، البرامج يعني الحقيقة هو سيد الصدر بصراحة. يعني إحنا خلينا نكون أكثر وضوحاً شوية، الحقيقة سيد الصدر هو يعني يريد الكل عدا المالكي، فهي بالنهاية هم بشكل آخر بتوافق. وإذا تذكر هو طرح على العصائب والفتح والحكمة بالانضمام معه، فيعني الحقيقة خليه هيك يعني خليه يفهمها المشاهد أكثر شوية على مود للتبسيط. بدون دولة القانون هي 80% توافقية، بدولة القانون هي 100% توافقية. بعد إحنا على شنو خلينا نقول نخدع مشاهديننا بصراحة؟ هسه هاي البرامج، البرامج يا أخوان يجب أن يفهم كل المشاهدين العراقيين الحقيقة أن كلا الطرفين يتسابق للسلطة وهو شيء شرعي لا بأس به. يعني عملية أنه الشعب يتذمر من تسابق الأطراف للسلطة هذا خطأ، لأن هذه انتخابات يجب أن تحترم وهذا من حقهم. لكن الحقيقة أن نقول الشيطان يكمن بالتفاصيل، يعني هنا المشكلة بصراحة. يعني برامج الطرفين مختلفة جذريا، والتحالف الثلاثي بصراحة تحالف هجين جدا. يعني بالتأكيد ستمر يعني ربما منهم حكومة ورئاسة جمهورية، هذا بالتأكيد. لكن هل من الممكن أن يبقى الربيع دائمي؟ لا بالتأكيد طبعا. حضرتك يعني لا تلاحظ يعني هم متناقضين حتى في داخل التحالف الثلاثي على نقيض الإطار. بالتأكيد طبعا هو هسه يعني رب يعني المشاهدين يقولون فعلا هم غالبية الشيعة كرقم يعني ككتل مقارنة بالتيار وحده. يعني هو حتى لو 74 هم لما وأكثر يعني، لكن هم عدة كتل في تكتل واحد. لكن المشكلة أنه يعني الإطار هو غير قابل أنه يأتلف مع ائتلافات سابقا كان مؤتلف معها، يعني تحديدا البارتي وإلى آخره، فصعب عليه الحقيقة. يعني لكل مشاهد حاليا إذا تلاحظ كمنظرين سياسيين كقارئين، الحقيقة يبدو أن العراق مقبل على فوضى كبيرة طبعا نتيجة هذا الصراع. لكن بصراحة هذه الرسالة أوجهها للإطار أو في التحالف الثلاثي، المعارضة في هذا الضجيج شيء أفضل بكثير، وسيحصد لكم أصوات ومكانة شعبية. والحقيقة لو كنت أنا مكانكم، لو الحقيقة سأدعم التحالف الثلاثي للمضي بالحكومة. طيب، وهي هجينة قابلة للفوضى بصراحة. نعم. طيب، هل تعتقد مثلا أن الذهاب إلى المعارضة وعدم الحصول على مكاسب وزارية، عدم الحصول على ضمانات قبل المكاسب الوزارية، ضمانات تتعلق أنت تعرف بموضوع محاربة الفساد، الشعار الذي رفعه السيد مقتدى الصدر، إدخال الفاسدين إلى السجون، السلاح المنفلت إلى آخره، هذه الأمور إذا ما تم الاتفاق عليها، هل تعتقد أن هنالك من جدوى لبقاء موضوع ثنائية التحالف الثلاثي الإطار؟ خلاص يأخذ الجزء اللي يخص السيد الصدر ويشكل به الحكومة، واللي ما راضي خلاص
يا اما يروح للمعارضة يا اما يكون جزء من العملية السياسية في المؤسسة التشريعية. وين المشكلة بالموضوع؟ لا ماكو مشكلة، لا بالعكس حضرتك، يعني هذا يعني هو بالنهاية طبعا هو السيد الصديق يعني يحاول يداعب مشاعر الجمهور بصراحة بهذه الكلمات، احنا ربما انا اكثر صراحة بغيري. الحقيقة يعني هو الاطار حاليا اذا تلاحظ يعني من الصعب انه طبعا هو تكتل التيار لوحده ان يستطيع ان يغلبهم لولا تحالفاته بصراحة هالشكل خلينا نحكيها. اما طبعا اذا تلاحظ يعني هي حمى المخاطبات من الطرفين، يعني بالتأكيد هو طبعا التيار ربما مخاطباته اكثر حدة من الاطار بشكل او باخر، لان الاطار يحاول يجذب، التيار يحاول يبتعد. طبعا بالتاكيد يعني هذا سوق للمتبضعين، من هم المتبضعين؟ الحقيقه هم المنتخبين، وبالتالي بصراحه يعني هذه ما اعتقد يعني راح يصير شيء اكثر من اللي راح من اللي صار. بالنهايه هي كلمات يجب ان تتداول للحصول على اكبر قدر من نسميها احنا من المكاسب السياسيه بالاضافه الى المقاعد والمناصب المتتاليه عليه، وهو لب، وهو الحقيقه هو لب الصراع بين الطرفين، من يحصل على اكثر، علما ان الفترات السابقه الكل اشترك بها من ضمنها حتى التيار وكانت له وزارات وادارات والى اخره، ونحن حاليا امام منعطف لاول مره انه ستكون هناك جهه فقط هي من تشكل واخرى ستراقب. وطبعا بالتاكيد يعني هذا بالنهايه راح يعطيهم فرصه انه يبادلون الادوار بالمراحل الجايه، يعني راح نصير ربما مثل بقيه الدول تنافس بين معارضه وحكومه. بس دكتور حيدر اذا سمحت لي، خطاب الاطار لحد الان متماسك، لحد الان الاطار من يحكي لك من قيادات الكبار الى قيادات الصف الثاني الى المخولين بالتصريح الى حتى الكتاب والمحللين السياسيين الذين يميلون الى الاطار، خطاب واحد. صح. وبصراحه صح. بصراحه طبعا بصراحه حين تراجع يعني حين تراجع خطابات يعني الاخر اذا سمحت لي دكتور، حين تراجع خطابات الطرف الاخر ستجد انه فيه هن هنا، فيه مشكله هنا، هنالك تصدع في البيت الفلاني، هنالك عزم ظهرت في مثلا في المكون السني البيت السني، هنالك رافع العيساوي ظهر فجأة، هنالك خلاف بين الزاملي والحلبوسي، هنالك 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 إلى آخره. فترى أن نبرة الخطاب يعني بالمقاييس العامة ليست موحدة، تشكيك، هنالك ما يشبه التفكك أو محاولات للتفكيك طبعا، وهذا يدفع الطرف الآخر أيضا ليزيد الطين بلة أو يزيد النار حطبا إذا صحت التسمية. أنا حضرتك بصراحة يعني كثير يعني يستضيفون الحقيقة تسأل أسئلة مباشرة وأنا هذا اللي يعجبني بصراحة، خليني نكون أكثر وضوحا شوية. نعم. ولذلك أنا طبعا حضرتك يعني إذا تلاحظ قلت أنه التحالف الثلاثي قد يكون هجين هو بتحالف واحد وأحدهم ينظر للآخر واتفقوا أنه أحدهم ينظر للآخر كمكون كممثل لمكونه، لكن الحقيقة راح تبدر يعني بيناتهم خلافات أن عاجلا أم آجلا. وحضرتك يعني كنت ذكي جدا بإلقاء الضوء على هذا، على أن الإطار فعلا صحيح هو طبعا إذا تلاحظ هي عدة كتل مؤتلفة في تكتل، لكن الواضح أنه يبدو أنهم أكثر تآلفا، يعني هذه من النقاط الواضحة جدا. نعم. ويبدو أنه حقيقة يعني حتى لو انسلخ جزء منهم طبعا يعرفون، بالمناسبة أغلب الكتل حاليا أصبحت لديها صورة شبه كاملة، من يأتلف مع السيد الصدر بصراحة من الكتل الشيعية يذهب للتلاشي، وعلى سبيل المثال الحكمة، وحتى إذا تذكر الفتح في مرحلة تشكيل حكومة عادل عبد المهدي من 48 إلى 14 مقعد، ويعني هذه شواهد فقط للمشاهد. بصراحة أعتقد عملية الائتلاف مع السيد الصدر هي يعني يتراوالي انه اعتقد هي خطأ كبير بصراحة، هذه من نقطة واحدة. النقطة الثانية فعلا صحيح هو طبعا عددهم اقل، واذا كان السيد الصدر هو بعيد عن تشكيل الحكومة فالحقيقة الاطار ابعد بكثير لانه لا تخدم تحالفاته، لكن بشكل عام الاطار حاليا يعني يبدو انه اكثر تآلفا وتحالفا وتقاربا من الائتلاف الثلاثي. طبعا هذا راح يلقي الضوء على عدة أمور، من الممكن أن تتشكل حكومة من التحالف الثلاثي لأنه هو الحقيقة أقرب رقميا، يعني هذا بديهي، لكن هل من الممكن أن تستمر في مراحل متقدمة أخرى وبعيدة؟ لا بالتأكيد. يعني حضرتك يعني هذا يبدو أنه جدل سياسي آخر ربما في حلقات أخرى، يعني ما أعتقد أنه يسع وقت البرنامج لهذا الشيء، لكن بالتأكيد يعني لن يكون هناك متسع كثير، واعتقد يعني حتى بعد تشكيل حكومه ستبدر هناك كثير من المشاكل في حكومه، اؤكد مره اخرى انها ستكون هجينه. نعم. واعضل على كلامك واذهب للسيد الجحيشي، وهنالك تحديات اخرى تعال خلينا نحسبها. استاذ كاظم، التحدي الاول الاراده الشعبيه
وينها بالموضوع نوه عنها الدكتور حيدر. التحدي الثاني، وين الكلمة اللي تعهد بها السياسيين كبار السياسيين أنه يسوون إصلاحات في القريب العاجل بناء على تشرين؟ التحدي الثالث، إحنا بالعراق مقبلين على فصل الصيف. التحدي الرابع، إحنا اليوم أمام أزمة اقتصادية خانقة بالعراق. التحدي الخامس، اليوم ظهر لنا بتسجيل صوتي ما يسمى يعني بالخليفة الجديد لتنظيم داعش الإرهابي، وهو يهدد آسيا وأفريقيا، والهجمات بدأت تتصاعد. وإحنا نعرف كل ما نريد نشكل حكومة يبدأون ويانا هاي اللعبة القذرة بمهاجمة المناطق الرخوة. وتحديات أكو التحديات الفرعية ما نريد نحكي بها، 10 حلقات أطلع بتحديات فرعية، 10 حلقات زين. إذا أخذها أجيبها أبسط شيء بالوضع المالي، راح أدخلك بإيراد ومصرف ودخل 50 حلقة وما تكفي، 50 حلقة وما تكفي. نعم. وزين، وهاي شبابنا العاطلة. نعم. والمعطلة، وتوقف الاستثمار والفساد. نعم. والموازنة اللي ما انقرت، شاي شدي يفكرون ذولا الخاطر. الله أحكي لك أستاذ أنس، أولا أضم صوتي إلى صوت الأخ الضيف بذهاب الإطار للمعارضة، وأنا قلتها بأكثر من حلقة، قلت الإطار إذا يريدون يجملون صورتهم أمام الجمهور ويحافظون على مستقبلهم السياسي يروحون معارضة لأسباب كثيرة، ولكن ما استمعوا لا لنداء الدكتور من تركيا ولا لندائي ولا لنداء الآخرين، ظلوا متمسكين برأيي. عمي يقول لك أنا كبار الشيعة بعيني. نعم. طبعا مع احترامنا. نعم. احترامنا وإجلالنا للسيد الصدر، بس هو يقول لك أنا من كبار قادة الشيعة. نعم. أنت شلون تحجبني بمعارضة؟ نعم. وأنا كان اللي ببالي أوصل رئاسة الوزراء. حطيك إياها بالدليل هنا. أنا هسه ضميت صوتي إلى صوت الأخ الدكتور وما أدخل بيه مع يعني شاناوية الكلام، التنظير السياسي الحقيقي والتحليل السياسي ندخل معه أنا وياه بهاي، بس أنا مو وياه بيش. من قال الانتخابات محترمة يجب احترامها وإرادة شعب؟ لا أخي العزيز دكتور، الانتخابات مو إرادة شعب، وأنا أحد المقاطعين. إحنا تشرين ما ردنا هاي الانتخابات بدليل إحنا طلعنا على حق المقاطعين، بدليل كلام السيد المالكي قبل حوالي 5 أيام من اليوم، قال بفيديو طلع لقاء ويا صحفي، قال إذا انعاد البرلمان إحنا مو مع إعادة انتخابات ولا حل البرلمان، لأنه هاي الانتخابات وجابت 20%. إذا تنتبه حضرتك يا دكتور يا أخي العزيز، بوقت هش قالوا الانتخابات جابت 42% بتصديق الأمم المتحدة وبتصديق كذا وكذا. هسه السيد المالكي يعتبر رمز من رموز العملية السياسية، قال بالحرف الواحد والفيديو عدي وموجود في لقاء متلفز، قال إحنا مو مع حل البرلمان لأنه الانتخابات هاي جابت 20. طيب، واني أحترم للسيد المالكي بهذا الكلام، والله العظيم من قال هذا الكلام احترمت لهذا الرجل، حكاها مثل ما هي، بدليل إحنا المقاطعين على حق، بدليل تشرين كانت على حق بهؤلاء السياسيين. اسمع أستاذ أنس، إذا انحل البرلمان وإذا انعادت الانتخابات، اسمع وأنا مسؤول عن كلامي وثبتها علي، وأطلع بعد الانتخابات أطلع معك بحلقة أعتذر من الشعب العراقي إذا ما صارت. الإطار التنسيقي خسر الكثير أمام الشعب العراقي، خسر الكثير أمام جمهوره، خسر الكثير أمام دول الجوار، خسر الكثير. شوف، إذا انعادت الانتخابات يا دوب أعلى سقف حصله 40 مقعد، يا دوب بكل تحالفه. أما التيار الصدري زاد، أكو من التيار الصدري قسم ما راحوا للانتخابات، من شافوا هيك هسا الانتخابات الجاية مسألة جماهيرية هي. إحنا بمناطقنا واني بن بغداد مناطقنا نعرفها كل الزين، قسم ما راحوا من التيار الصدري نعرفهم، وقياداتهم ما راحت للتيار الصدري، ترى ذول التيار الصدري مو كلهم راحوا استاذ انس، خاف عندك معلومه شعبنا ما يدري، ترى التيار الصدري اذا يطلع كله غير لا يا اطا يشكل حكومه واحده. فهسه ايش راح يصير؟ هسه بهاي الانتخابات الجايه راح مقاعدهم تزيد،
نجي على اذا عادت الانتخابات. شي عيدها اذا عادت بدي احكي لك ايش خسروا 60 يوم تخاطب لي بيها الجهات الدوليه. هسه احكي لك بدنا نحكي على المعطيات، تسال اللوجستيك وتشوف وضعك. احنا بدنا نحكي في حاله الحل، اعطيك هذا رايي وهذا رايي 100% ما اتنازل عنه. اسمع ايش خسروا الاطار، الاخوه في الاطار ايش خسروا؟ بعد خسروا تحالفهم او شبه تحالف او اعاده اللحمه مع الاخوه الكرد بقصف كردستان بالصواريخ دائما، قصف 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 والقصف الاخير خسروا بدليل السيد موقفهم مع نعم. يعني هسه واعطيك دليل اخر على كلامي، السيد الصدر عندما قال 40 يوما للإطار يشكل حكومة، مباشرة ثاني يوم صرحوا الأخوة الكرد قالوا احنا باقين ضمن التحالف. يعني احنا باقين ويا من؟ ويا السيد الصدر. مباشرة ثاني يوم بالليل، يعني نفس اليوم بالليل، أعلن الأخوة السنة تحالف السنة قالوا احنا مع باقين ضمن التحالف مع السيد الصدر. إذن روحوا 40 يوم بس مجرد اقضوا رمضان، فطور هنا وهنا، مأدبات كذا، وراح يجي بعد رمضان ويخلص العيد وكل شيء ما يصير. استاذ أنس، العملية السياسية بائسة، العملية السياسية غير دستورية، أنا رجل قانون وأتحدث بالقانون وأحترم القانون وأحترم القضاء. العملية السياسية إحنا بالدستور الأغلبية المطلقة. ليش؟ نظام ديمقراطي. أنا أحكي بالدستور، نظام الديمقراطي تعريفه، والأخ الدكتور أخوي وزميلي وهم أستاذ لوزنة، نظام الأغلبية. طيب أين الأغلبية من هذه الانتخابات إذا السيد المالكي يقول 20%؟ هاي واحد. اثنين والأهم بهذا الموضوع، الدستور شنطه، الدستور شنطه، ما حدد هذا الشيء إذا كسني هذا بالمقاعد. وأكو قرار، أكو قرار أيضا من المحكمة الاتحادية تفسير. هسه أرجع على الأخ الضيف يقول 210، لا أخي العزيز حضرة الدكتور يمكن جنابك ما تدري، أكو تفسير للمحكمة الاتحادية ثبتت العدد بال220 ب210. طيب هذا تصحيح. طيب نعم، أرجع للدكتور حيدر. دكتور حيدر، حالة كسر الإيرادات اللي وصل إلها المشهد السياسي، بصراحة خلنا نكاشف الشعب العراقي، سياسية، أيديولوجية، شخصية، أسباب أخرى، نعم، وكأنه المسألة هي باتت تشبه الثأر، ما عادت سياسة. لا هو بالنهاية هو حضرتك يعني كل الكتل محترمة يعني من حقها التنافس، هذا أمر طبيعي يعني. يعني بالنهاية هذا تنافس، يعني أنا كمحلل سياسي يعني أقف بالوسط، وبالتالي يعني الحقيقة أقرأ أنه من حقهم أنه يتنافسون، هذا شيء طبيعي، هذا موجود في كل الدول والدساتير. لكن يعني الحقيقة بعض اللعب منه يعني قد يصل إلى درجة القدارة، مع احتراماتي للبرنامج وكل المشاهدين. طبعا هي الحقيقة يعني بعض المقتطفات. الحقيقة هو كان عدد المنتخبين الشرعيين هم 22,800,000، من انتخب الحقيقة بمواقع 9,600,000، وبالتالي الحقيقة كان عدد المنتخبين 41%. لكن اللي الحقيقة بعد طرح 1,800,000 بقى عندنا 37% عدد المنتخبين الحقيقيين، وبعد الفرز الثاني لجزء كبير الحقيقة نزلت الأصوات إلى معدل 34%. هذه حقائق حضرتك تدري، أنا من المتابعين الجيدين، يعني هذه يجب أن نناقشها. مسألة الثلثين يعني أعتقد أنه واضحة بعد، إحنا ما نريد نرجع ونعيد. النقطة الثالثة الحقيقة يعني هي مسألة خلينا نسميها إحنا الكتل الوسطية والمستقلين. والأخ يعني ذكر مسألة الكتل التي أنتجت عن التظاهرات، يعني مو ليس فقط تشرين، إذا تلاحظ حضرتك يعني عملية التظاهرات هي تراكمية وطويلة الأمد. الحقيقة يعني هي أفرزت لنا كتل صغيرة الأرقام وأرقام وشخصيات مستقلة كذلك متعددي التوجهات. أعتقد يعني هي عملية التعويل على مسألة احنا نسميها المستقلين والأرقام الصغيرة، يعني بهذه المرحلة ما أعتقد، بس ممكن مستقبلا نتيجة تصاعد طبعا الغبار السياسي إذا تلاحظ من الممكن أن تزداد هذه الأرقام. لكن الحقيقة يعني مو كل الكتل هي طبعا تمثل تشرين، ولكن المستقلين مثل يعني حتى التظاهرات السابقة. الموضوع هو يعني يبدو أنه سيكبر كثيرا، والمتوقع أنه خلال المرحلة القادمة ستكون هناك احتجاجات، وبالتأكيد طبعا هذه راح تنتج عنها أصوات وكتل أخرى. الملاحظ أنه طبعا كذلك يعني من المفارقات أنه بعد ماكو شيء اسمه كل سنة،
كل كرد كل شيعة. الشيعة منقسمين واضح وهو موضوع حديثنا. الكرد منقسمين وكذلك هو هم يعني أعتقد هم واضح للعيان يعني على اعتبار إنه الجيل الجديد واليكتي يعني عندك منك 17 وعندك منها 9 وهي ليست أرقام قليلة بالتأكيد لكنها قليلة أمام 30 بالتأكيد. بالمقابل طبعا السنة يعني هي الحقيقة كانت تحالف عزم الأكبر قبل أن ينقسم إلى جزئين، جزء مع السيادة جزء عزم أبقى مع مثنى السامرائي. الحقيقة يعني حاليا هم تقتلهم هو أقل من 60 يعني يجب أن يعلم المشاهد إلى مرحلة الخمسينات أعتقد 54 أو 55 شيء من هذا القبيل، على أنه التحالف الثاني اللي هو عزم الحقيقة أعتقد أنه جاي عزز موقفه بطريقة يعني شو نسميها إحنا يعني فعالة جدا. إذا تلاحظ حضرتك الحقيقة كنا سابقا دوما بالسنوات السابقة دوما نقول أن بيضة القبان هم الكرد، أعتقد حضرتك أنت مواكب لهذا الحدث كثيرا. أنا بالمقال السابق الحقيقة يعني الحقيقة اليوم أصبح لدينا بيضة قبان أخرى مختلفة تماما عما عهدنا في كل الانتخابات السابقة وكل مراحل السابقة. الحقيقة السنة اليوم إذا تلاحظ يعني مناطقهم تتمتع بنوع من الاستقرار السياسي وتصفية لكل المظاهر المسلحة والانخراط بالعمل السياسي النموذجي. طبعا وعيد وأقول نفس الكلمة اللي قلتها ببداية البرنامج مضارة النافعة. طبعا بالتأكيد طبعا الطرفين الشيعة والكرد حاولوا أن يقللون تواجد السني في المراحل السابقة وحضرتك تعرف يعني بال2003 إلى مطلع 2014 أعتقد كمتابعين يعني. وتأكيد على كلامي برغم أنه طبعا هم يعني غالبية في مناطقهم وهم يعني يشكلون شعبا يقارن بشعوب أخرى بالمنطقة كأن تكون الأردن أو سوريا. وأعطوا ما يسمى بمجلس النيابي طبعا قبة ضارة النافعة سبحان الله. يعني اليوم إذا تلاحظ عملية تمرير رئيس البرلمان سلسة جدا بالمقابل يعني بمقارنة رئيس الحكومة الذي لن يمر إلا برئيس جمهوري. نعم قالوا قاموا بتصفية كل شيء واختاروا الجهة الأقوى وذهبوا معها وانتهى الموضوع، رغم أن ذلك حملهم شيئا حملهم شيئا من الوزر. يعني هنالك من يتهمهم ضمنا بأنهم رضوا بأن يكونوا الطرف الثالث في المعادلة وليس بيضة القبان كما ذكرت أنت قبل قليل، لكن سياسيا وفق الطاولة لعبوها صح واخذوا استحقاقهم. لا مو بس حضرتك إذا تلاحظ يعني حاليا يعني الإطار يعني إذا يريد يراهن أو حتى التيار إذا يريد يراهن الحقيقة الرقم الأكبر والأفضل يعني الحقيقة السنة يعني هي الدسمة، لأن الأرقام الكبيرة هي من تصنع خلينا نقول الفارق الكبير. وبصراحة يعني يحسب للسيد الحلبوسي برغم أنه الحقيقة كانت عليه كلش مغالطات كثيرة وكنا أحد المنتقدين لعملية إعادة تولية بالتأكيد يعني كمواطنين من حقنا التجديد، لكن بصراحة عملية يعني جمع الشتات بطريقة يعني خلينا نقول فعالة بهذه الطريقة كانت لافتة جدا، على أن الطرف السني من هذه اللحظة يعني بصراحة سيكون له شأن بتشكيل كل الحكومات وستتذكر عني ذلك، على أن الطرف الكردي واضح أن القطيعة والتفرق بينهم سيدوم كثيرا. طبعا بالتأكيد جنابك راح تسألني والطرف الشيعي موضوع الحديث تحديدا يعني حقيقة احنا جربناها عملية إعادة التئام الطرفين سينتج تناقض بالداخل، هم بالحكومة وهم من يطعنون بالحكومة ويتهمون ويتبادلون الاتهامات. بالتأكيد يعني بالذات هو التيار الصدري يسموه الطرف الحكومي المعارض. الطرف الحكومي المعارض هو عنده وزير هو عنده وزير بس عنده نائب قاعد يحكي على الوزارات بس ما يجيب طاري هاي الوزارة. تعرف شلون المشكله وين دكتور حيدر؟ لا وبعد والمشكله يقول انه وزراء مثل وزير الصحه مو وزير او الى اخره. طبعا القارئ الجيد الحقيقه للفترات اللي فاتت هذه لافته مهمه جدا لكل المشاهدين يعني حقيقه. اذا تلاحظ حكومه الكاظمي يعني هي دوله القانون هي الوحيده التي لم تشترك بالحكومه ولم تصوت له ولم تصوت على ما يسمى بالدوائر المتعدده. نعم. وكذلك لم تصوت على حكومة عادل عبد المهدي. أعتقد هو هذا السبب الرئيسي لعملية رفع أصواتها. طبعا هذه رسالة الامتداد لأنها الحقيقة هي الجهة التي تمثل أصوات
ما نقول كل المتظاهرين، جهة لا بأس بها خلينا نقول في البرلمان، وبالتالي عملية المعاندة بالتشكيل مقابل مكاسب أو وضع يد، أعتقد أنه حيكون يعني أكثر يعني جدية، وبالتالي من الممكن أن تغير معادلات في المستقبل، لكن حاليا الحقيقة أرقامها قليلة للأسف، وأعتقد أنه عملية إلقاء الثقل بكثير من الاتهامات عليها يعني غير صحيح. نعم. أشكرك جدا دكتور حيدر سلمان المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من تركيا. شكرا جزيلا أيضا للباحث في الشأن السياسي والأمن الأستاذ كاظم الجهشي، كنت معي في هذه الحلقة، والكلام طويل، ربما في قادم الأيام سيكون هنالك كلام أكثر عن ما يجري. نتمنى أن تنتهي هذه المعضلة بحل سياسي نخرج به إلى بر الأمان، رغم أننا جميعا كعراقيين بتنا نشكك كثيرا، نشكك أولا في أنفسنا وفي اختياراتنا، ثم ننقل الشك إلى الآخر، ولا نتمنى أن ينتقل شكهم وقراراتهم وصراعاتهم من بيوتاتهم السياسية إلى شارعنا، لأن الشارع لم يعد يعني. أنا أتمنى الخير لأهلنا العراقيين، وأتمنى أن ما يصير نزاع بين طرفين، هم بالنهاية عراقيين، احنا هذا الخايفين. اللهم بردا وسلاما على العراق والعراقيين، اللهم رمضان كريم ومبارك على هذا الشعب المظلوم. هذا كلامي، وشكرا جزيلا لحضرتك. أشكرك جدا، الشكر موصول لكم أحبتي المشاهدين، تقبلوا تحيات كادر العمل وتحياتي أنس عبد الرحمن وتحياتي المخرج حسام أبو فاعور، وننوه بأن حق الرد مكفول حتى نلقاكم من جديد، في أمان الله وحفظه.